حضور قوي للصحافة الأجنبية في القمة السابعة لمنتدى الدول المستضلة للغاز بالمركز الدولي للمؤتمرات، الذي قدم كل التسهيلات ووفر كل الإمكانيات التقنية واللوجستية لضمان تغطية شاملة ووافية للقمة. الأمر الذي لقي إشادة واسعة من طرف وسائل الإعلام الأجنبية التي استحسنت ظروف التنظيم. تجد هذه الفرصة بداية للتقدم بالتهنئة إلى الجزائر الشقيقة قيادة وشعبا على تنظيم هذه القمة السابعة لمنتدى الدول المصدرة للغاز. في الواقع أنا لمست عن كثب جهود دؤوبة بذلت على ما يبدو يعني لوقت طويل لتنظيم هذه القمة. معاملة الصحفيين كانت جيدة جدا، كل شيء كان مجهزا لنا. سافرت في كثير من البلدان في مهمات عمل، هذه من أحسن الاستقبالات التي حظيت بها. كل شيء مأمننا يعني أنا بحكيك بكل صراحة، أنت بتعرف الإعلام أيمن ما يكون في بعض الحساسيات، ولكن بالجزائر لا نشعر بأي شيء، بالعكس كل شيء مأمننا، كل شيء متاح لنا من معلومات من خدمات. إنه اليوم الأول وقد رأينا عددا هائلا من وسائل الإعلام والصحفيين الذين حضروا من مختلف دول العالم. الحدث منظم بشكل محكم. الصحافة الوطنية بدورها جندت كل أطقمها لتغطية هذا الحدث الهام بكل تفاصيله والمساهمة بشكل فعال في إنجاحه. الدولة الجزائرية وفرت كل الإمكانيات أمام وسائل الإعلام المحلية وأيضا وسائل الإعلام الدولية من أجل تغطية هذه القمة المهمة جدا، قمة الغاز، قمة السابعة للدول المصدرة للغاز في الجزائر. كل التسهيلات تم تقديمها على مستوى المركز الدولي للمؤتمرات هنا للصحفيين من أجل إنجاح الحدث القمة السابعة لمنتدى الدول المصدرة للغاز. هذه القمة تكتسي أهمية كبيرة على الساحة الدولية وكذا السوق العالمي أو سوق تزويد الدول بالغاز. نجاح التغطية الإعلامية لقمة الغاز هي من بين الرهانات التي تعول عليها الجزائر لإبراز أهمية المنتدى في ترسيخ أسس الحوار مع البلدان المصدرة والمستهلكة والدور الحيوي الذي تلعبه الجزائر كممول آمن وموثوق.